أبيض، بنفسجي، أصفر، أحمر، أسود، 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 أخضر، أبيض. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم بكل الأصحاب. أنا دائما أرحب بكم في دكاني. أهلا بكم، وألعابي أيضا ترحب بكم وتفرح كثيرا عندما تدخل السرور إلى قلوبكم. ونحن أيضا نرحب بكل الأحباب. إن الألعاب هنا تفيدكم وتسليكم. ألعابكم حلوة يا عم حسن، إني أبحث عن لعبة تسليني وتنمي هوايتي. هل نستطيع أن نعرف شيئا عن هوايتك يا صديقي؟ أنا هوايتي الرسم بالريشة والقلم. اللعبة موجودة عندي، وهي ستجعل الدنيا حولك عالم من رسوم وألوان. هل تقصد علبة الألوان؟ والريشة أيضا، من دون الريشة لا تستطيع أن ترسم أي لوحة. صدقت يا إيمان، فبواسطة الألوان والريشة يستطيع صديقنا نادر أن يرسم كل شيء، وديان، أنهار، جبال، بحار، أنهار، واللوحة الجميلة تظل دائما تذكارا. لوحة مكونة من ريشة وألوان، أنا أحب الألوان. سأحكي لكم عنها وأشرح لكم شيئا عن تاريخها. أنا أيضا أحب أن أعرف كيف ابتدأ الرسم. لقد عرف الرسم من زمان، منذ بداية حياة الإنسان، وقد عرف الرسم عندما عاش الإنسان في الطبيعة. تعني عندما شاهد الإنسان الطبيعة وأحس بجمالها وجمال أزهارها وأعشابها، وعندما عرف أن اللون الأزرق لون البحر والسماء، قال إن هذا اللون يدل على الصفاء. ولكن أنا أحب اللون الأحمر لأنه لون كثير من الأشياء، مثل غروب الشمس ولهيب النار. لكن الأخضر أجمل، الأخضر لون الربيع والأشجار. لكل إنسان لونه المفضل، لكن هذه الألوان مفيدة لاستعمالها في اللوحات الجميلة. الإنسان رسم كثيراً من اللوحات الجميلة على جدران الكهوف. رسم غزلان، ورسم طيور، ورسم رجال وفرسان يتحاربوا، ورسم أشياء كثيرة. شاهدوا هذه اللوحات الجميلة المرسومة على جدران الكهوف. لوحات جميلة؟ كيف استطاع الإنسان أن يرسمها؟ هذه اللوحات كانت بداية الفن عند الإنسان. بعد ذلك طور الإنسان الفن ورسم الكثير من اللوحات الجميلة. الألوان خلدت كبار الفنانين وحفظت أعمالهم العظيمة في لوحات أصبحت شهرتها كبيرة، مثل هذه اللوحة. ما اسم هذه اللوحة يا عم حسن؟ اسم هذه اللوحة الموناليزا، ورسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي. يا سلام، وهذه اللوحة ما اسم صاحبها؟ صاحب هذه اللوحة غير معروف،
لكن اللوحات ما خلدت أصحابها فقط، أيضا خلدت الكثير من المعارك المعروفة في التاريخ والتي قادها القواد الكبار. لكن الألوان غريبة في تركيبها، كيف نصنع منها كل هذه اللوحات الجميلة؟ صدقت يا إيمان، صدقت. والألوان علم من العلوم الفنية، واستطاع الإنسان عن طريق هذا العلم مزج الألوان والحصول على ألوان جديدة. أنا اللون الأبيض، وأنا اللون الأسود. وعندما نختلط معا ننتج لونا رماديا. والأخضر لون الأشجار والنباتات. وألوان كثيرة للأزهار، فيها الأحمر والأبيض والأصفر والأزرق. وبوجود الألوان أصبحت حياة الإنسان أجمل، وبالألوان واللوحات الجميلة زين الإنسان جدران منزله، واستخدمها الصغار في الرسم. يلون بها الفراشات الجميلة والأنهار، وعبروا بها عن حبهم للطبيعة، واعتمد الفنان عليها في رسم لوحاته، ونقل للناس جمال الأشياء من حوله. وجعلت الألوان فن الإنسان من أجمل الفنون. أنا أحب الطبيعة وأشعر أنها تتجدد في كل فصل من الفصول. لكن الشتاء له لونه الخاص، والخريف أيضا له لونه الخاص، والصيف أيضا. لكن الربيع أجمل الفصول، فيه تتفتح الأزهار وتزهر الأشجار وتغني له الكائنات، وبألوانه الجميلة يفرح الإنسان. الربيع جميل والطبيعة جميلة، لكن اللوحات التي يرسمها الإنسان تنتقي أجمل الأشياء في الطبيعة. وأنا بعلبة الألوان أرسم قصصاً وحكايات. وأنا أيضاً سأفرح أصدقائي وأرسم لهم قصصاً وحكايات. يا عم حسن، تريد أن تضحك علينا وتجعلنا ننسى الحكاية؟ لا 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 يا فستق، أنا سأحكي لكم حكاية جميلة، اسمعوني. أنتم تعرفون أن الطيور ملونة وألوانها جميلة، والطيور سعيدة بهذه الألوان التي على ريشها، وريش الطاووس عليه ألوان جميلة جدا. وفي يوم من الأيام جلس طفل وضع نموذجا لطاووس، ولكن نسي أن يلون له ريشه. جاءت الزرافة الصغيرة وسألت صديقها الطاووس: أين ألوانك؟ نظر الطاووس إلى نفسه فعرف أن الزرافة تقول الصدق، فقال وهو حزين: ماذا سيقول عني أصدقائي؟ طاووس بلا ألوان؟ شعرت الزرافة بحزن صديقها الطاووس لأنه بدون ألوان، وقالت: لا تحزن لا تحزن، اذهب للألوان وهي تساعدك. وفعلا جاء الطاووس للألوان ورجاها أن تلون له ريشه، فوافقت الألوان وهي سعيدة لأنها توزع ألوانها على الطبيعة وعلى الحيوانات والطيور. بدأت الألوان عملها، وبعد قليل ظهر ريش الطاووس بألوانه الجميلة الزاهية. فرح الطاووس بنفسه، وفرحت صديقته الزرافة وقالت له: أنت الآن طاووس حقيقي، أما الطاووس فقد صار وهو يختال بألوانه الجميلة. وحديث الألوان طبعاً ملون وجميل. سأشتري علبة الألوان. انتظر يا عزيزي انتظر. ماذا يا فستق؟ يجب أن يأخذ الفرشاة أيضا
لأنه بدون الفرشاة لا يستطيع أن يرسم شيئاً. صحيح صحيح، أعطيه الفرشاة. انتظر انتظر. ماذا يا إيمان؟ يجب أن نغني أولاً ثم يأخذ العلبة. حسناً سنغني للألوان. هيا، 1 2 3. أصفر لون القمر، أخضر 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 لون الشجر، أبيض 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 لون المطر، أزرق 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 لون البحر. أبيض 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 لون الفجر، أخضر 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 لون الشجر، أزرق 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 لون النهر. أبيض 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 لون المطر، أزرق 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 لون البحر. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.